أول شيء ألف مبروك للفنان عسل الحليني على هذا المطعم الكتير حلو، الأكل كتير 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 طريب. عرفت أنه الأكل بين تركي وبين لبناني، مش بس لبناني بيقول. فألف مبروك للفنان عسل الحليني، وهيدي الجامعات أنا كتير بحبها، إن كان مع الفنان صبر رباعي أو الفنان عسل الحليني أو فنان شيرين. هالجامعات كتير بحبها أنا، وبنبسط لما اقعد انا وياهم وكون صاحبي انا وياهم، فبتمنى له الخير كلياتهم. شو الاستثمارات ممكن تعملها غير فنيه؟ شو بتفكر تعمل؟ بحب شوي قصص المدنيه اكثر، يعني البنايات ومشاريع مشاريع. في انت وصابر يعني هتعملوا عقارات سوا؟ لا انا بحب هذا المشروع، حتى يمكن نحن بمنطقتنا في كثير ناس عندها هيدي الهمه للمشاريع. بحس هيدا هلا نحن بهذا الوقت، وقت العمار والبنايات وهيك القصص المدنية يعني. وبنفس الوقت كمان في مشروع تاني، لأنه أنا بحكم أنه أنا دارس إدارة فنادق، فبحب يكون عندي ريستورون وهيك.